الصعب والساخن الذي عاشه بيت الوفاق، إلا أن أنصار النادي بقوا أوفياء للنسر الأسود وتنقلوا بقوة إلى ملعب عمر حمادي ببلوغين على أمل مباغتة نادي بارادو الذي دخل بشعار عدم تضييع نقاط إضافية على أرضية ميدانه، فدخل بهذه المحاولة والتسديدة من بعيد. على العموم المباراة طغى عليها الجانب التكتيكي بين المدربين، وهو ما جعل الفرص قليلة وقليلة جدا. اللهم هاته هي المحاولة والتوزيع، ولكن كانت سهلة بالنسبة لدفاع الوفاق تحت أنظار المدرب زكريا الذي واصل اللعب دفاعيا. بن عياد هنا بهاته التسديدة لم تمر بعيدة، ربما أخطر فرصة في المرحلة الأولى كانت من جانب نادي بارادو بعد هاته الركنية المتابعة في الكرة الثانية من بوعبطة. كانت التسديدة سهلة على دفاع الوفاق. آخر فرصة من جانب الباك، كان وراءها دائما بوعبطة بتسديدة قوية تصدى لها أحسن حارس في الجزائر هذا الموسم مصطفى زغبة. في المرحلة الثانية حاول نادي وفاق سطيف الخروج من منطقته وتنويع اللعب، فكانت هذه الكرة السهلة على الجهة اليسرى من هجومه واليمنى من دفاع نادي بارادو، ثم باكير انطلق وزع ودفاع نادي بارادو في المكان المناسب، تفنن حتى الباك في تضييع الفرص إلى أن تمكن على إثر هاته الركنية من مباغتة زغبة. بعد كرة ثانية نعيجي الهداف في المتابعة وفي المكان المناسب يمضي الهدف الأول في الدقيقة 66، وعلى إثر هذا الهدف انتهت المباراة لصالح الباك الذي حقق المهم فيما على الوفاق. مراجعة الحسابات قبل الكلاسيكو أمام الاتحاد. كي تشوف المقابلة شغل عموما ما كانتش مقابلة زعما فيها فرص كثيرة، ولا يعني مقابلة مزيرة معقدة تكتيكي بزاف. كان بالك زونترينو في زوجة كانوا عملوا بزاف في الجانب التكتيكي، باسكو كما تعرف بارادو يحبوا يلعبوا الكرة تاعهم. حنا سيينا ثاني نحطوا الكرة تاعنا حنا اللي نلعبوها احنا في وفاق سطيف كفريق شخصية وفاق سطيف. دوماج هكا لي ماتش هكا يتلعبوا على دي بيدي طاي، كانت بالاريتي اللي قدروا فيها يماركيو. هذه هي صاريف.